هي المرأة اللي اجت تسأل على فاطمة؟ هي. انت بتأكد؟ ايه سيدنا، نفس المرأة اللي اجت، اتأكد انها هي. سلمى؟ ليش تأخرتي؟ قلقت عليكي. شو بوشك؟ فوتي وسكري. شو صار معك؟ صار معنا حادث. حبيبتي مبين عليكي عاملة حادث، لأنه وشك مو طبيعي ورمان كتير. احكي لي كيف صار هيك؟ بعد ما طلعنا من الصالة وقفنا على الإشارة، وفجأة رجعت سيارة وفاتت فينا. أوف أوف يا لطيف. قضينا طول الليل بالمخفر والصبح لخلصنا. هلقت عليكي لهيك ما أنا ضليت عم استناكي للصبح. عينك كانت رح تروح. نقضت على خير. اكلت شي ضربة بجسمك؟ لا، انا فاتحة تواليت. اي روحي، قهرت عليكي. لا تواخذنا، عذبناك معنا، بعتذر منك. لا، هاد واجبنا. شكرا لك. يلا بخاطركم. يعطيك العافية، يعطيك العافية. لهلا مالي مصدق يا اخي، لو شايفها للبنت مستحيل انه تشك فيها. من وين مرتك بتعرفها لنور هي؟ لا تواخذني، بس لازم اعرف، لانه سالت عنا بالحاره وهلا قلت لي انه مرتك راحت لعندها. معقول يكونوا بيعرفوا بعض من قبل؟ من وين اختي بدها تعرف هيك ناس؟ اختي ما لها شغل معها. اسمعني، انا عم حاول افهم شو الموضوع. اختي ما عليها حكي بنوب، بعرفها منيح لاختي. تعرفوا على بعض من فتره. ما قلت لك انه انا اللي عرفتهم على بعض؟ وليش كانت عم تسال عنا المختار؟ هي جايه مخصوص مشانها. بلكي بتسال عنا لصالح حدا بتعرفه، يمكن بدهم ياذوها. كل شيء ممكن، إذا حكيتولي على كل شيء يمكن أقدر ساعدكم. لا تأخذنا يا أخي، صدمتنا هالبنت. قلت لك يا كلب. شو؟ اللي وين فاطمة؟ شو قصتك من الصبح؟ انت اللي بعت هديك المرة تسأل عنها ما؟ شبك جنيل؟ عن انو مرة عم تحكي؟ اذا بيصير لأي شي لفاطمة بخلص عليك هالمرة عثمان، والله بخنقك بإيدي هدول. كريم شو صاير لك؟ الو الو كريم، احسن انك تقلي وين اخذت لفاطمة. أخوكي صار له شي كمان؟ الحمد لله على سلامتكم، منيح اللي انقضت على هيك. أنا فايتي نوم. جابن زلمة تركن على الباب وراح. مصطفى اسمه. هذا رفيق اخي سامي. لما ندق الباب فكرتك نسياني شي، لهيك رجعتي. رحت لافتح بس ما فتحت، اطلعت من ورا الباب بس ما شفته. ما طول كتير، دق على جرس مرتين ولما ما فتحت راح. بعد ما راح فتحته واخذته. ما شفتيه للزلمه؟ لما اطلعت عليه من الشباك كان رايح معه سياره سودا حلوه كتير. يا ريتني فتحت، بس انا خفت لاني ما بعرفه. خلص، منيح انك ما فتحتي له. ليكي تحت عينك ورمان كثير، خليني اجيب لك ثلج وحط لك اياه ليخف شوي، واذا بدك انا بعمل لك خلطه كثير منيحه، الست مريم علمتني اياها، اذا عندكم ليمون بالبراد انا بعرف اعمل. لا ما في داعي، انا كثير تعبانه فاتنة. بس عينك ورمانه. ما في داعي. دكتور حط لي عليها مرهم. انت كمان يلا فوتي على اوضتك، مبين عليك التعب. Thank you.
اللي سويته شوفيرك؟ وليش بعدت البنت تسأل عن فاطمة؟ اللي شو قصتك وعلى شو ناوي انت؟ عن شو عم تحكي؟ انا ما بعتت حدا يسأل عنا، ورحمة ابي ما بعرف وحدة بهالاسم. شو قلت لي اسمها نور مدري شو؟ مين هي كريم؟ وينو كريم؟ بدي شوفك عثمان ضروري. ها تعال عندي، وانا كمان بدي اعرف شو صار لفاطمة. خلاص لا تحكي. اف نزعلي مرائي من عند هالصبح. كريم شو في؟ خبرتهم بالبيت. بترجاك تلاقوا لي اختي، لاقوها قبل ما هديك المره تنزع لاخلاقها. ماشي، بس انتو كمان لازم تساعدوني. شي بتقولوا راحت بارادتها لعن هديك المره، وشي بتقولوا بدكم تنقذوها. لو عرفاني ما راحت لها، لو بتعرفي فلتاني مستحيل تروح لعندها. الكن عداوة مع شي حدا؟ لا لا لا. طيب في حدا له اي شي عنكم؟ اوف، رحنا على العنوان الثاني وما لقيناها. الوضع ما انه مريح ابدا. في شي ما قلت لي عليه يا كريم؟